بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان عيد العرش البناء والعطاء. يحتفل الشعب المغربي قاطبة خلال هذه الأيام بعيد العرش المجيد، وهي مناسبة جليلة لربط الصلة وتجديد أواصر المحبة والإخلاص بين الشعب والعرش، وهي مناسبة كذلك لاستحضار أهم ما أنجز من الأعمال والمشاريع في كل الميادين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وهذا كله لا يتحقق إلا في ظل قيادة رشيدة متبصرة وشعب طموح لبلوغ أسمى المراتب، وذلك لا يتأتى أيضاً إلا بالبناء والعطاء المتواصل واللا مشروط، مع نكران الذات والعمل ليل نهار، وباستمرار وجدية ووطنية صادقة ونية خالصة. وقد أبان المغاربة على الدوام عن علو كعبهم في الكفاح والعمل الجماعي جنباً إلى جنب مع الدولة من أجل الرقي بهذا البلد وأهله، وقد وعد الله تعالى على ذلك وعداً حسناً جزاءً لمن بذل طاقته لصالح دينه ووطنه، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وما هذا الأمن والتماسك والتميز والتدرج في سلم المراتب بين الدول المتقدمة إلا دليل على عمل دؤوب وبناء وعطاء كما هو مطلوب. والتاريخ لا ينسى ولا يهمل شيئا، بل سيسجل كل ما تقع عليه عدسة التصوير، كما قال الشاعر: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. والله سبحانه وتعالى يكتب ذلك كله في صحيفة الأعمال في الحياة وبعد الرحيل والانتقال. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. وهي مناسبة ينبغي أن يستحضر فيها الشعب المغربي عموماً كل إنجازاته وكل تقدماته وبنائه وعطائه المتواصل من أجل الرقي وازدهار هذا الوطن، ومن أجل أن يعيش أبناؤه حياة طيبة كريمة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير وبركة وعافية على مولانا أمير المؤمنين، وأن يحفظه في حضره وسفره، وأن يكلأه بعنايته، وأن يرزقه الصحة والعافية، ويلبسه رداء العافية. وإلى أن يتجدد لقائي بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.